وبنجدد الترحيب طبعا بالاستاذ طارق الشناوي، ومعانا على التليفون الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ محمد هاني. ازي حضرتك يا استاذ محمد والبقيه في حياتك؟ ازيك يا يوسف؟ ازيك طارق؟ البقيه في حياتك؟ البقيه في حياتنا كلها حياتك. حياتك البقيه يا استاذ محمد. يعني وائل في كل حد فينا عنده حكايه وعنده موقف وعنده حياه وعمر مع وائل، وطبعا محمد هاني عنده الكتير. يعني هو انت تعلم يا طارق، يعني ويوسف كمان يعلم، لانه انا بعتبر يوسف من ابناء روزن يوسف. يا رب يخليك. يعني وائل ابراشي هو بالنسبه لي يعني هو عمر الصداقه والصحافه في الجرائد والمجلات وفي التلفزيون ايضا. ده مشوار يعني بدا واستمر حتى اخر لحظه. والله يا استاذ محمد، يعني احنا كنا لسه من شويه بنكلم دكتور هاله سرحان، وكانت بتتكلم على من اطلقت عليهم ثري ماسكاتيرز او الفرسان الثلاثه، الاستاذ محمد هاني، الاستاذ عمرو خفاجي، والاستاذ وائل الابراشي الله يرحمه يا رب ويدي لكم طوله العمر يا رب يا رب. ربنا يحفظك يا يوسف. وهو الدكتوره هاله الحقيقه هي يعني اللي كانت بتقود هذه المجموعه، واقدر اقول برضو ان هي اللي اكتشفت هذه المجموعه الحقيقه تلفزيونيا. يعني انا عرفت وائل في روز يوسف واحنا شباب تحت التدريب. ايوه. وكنا دفعه واحده في التعيين بعد سنوات من المعاناه متدربين، يعني قعدنا حوالي 6 سنوات متدربين. ما كانش في تعيينات في الوقت ده في المؤسسات القوميه بسهوله يعني. ايوه. لكننا كنا نفس الدفعه اللي تعينت وقت ما كان بيقود المجله الاستاذ عادل حموده في تجربه هي الاشهر والاجرأ من وجهه نظري في الصحافه المصريه، وكان ليها دور مهم جدا، واعتقد انها فتحت الباب للصحافه المستقله الجريئه والجيده اللي كان وائل ايضا احد فرسانها لما تولى صوت الامه، وابراهيم عيسى لما عمل الدستور يعني، وثم والمصري اليوم ايضا. فكانت التجربه هي الاشهر والاهم. والدكتوره هاله الحقيقه كانت بتكتب في روزا يوسف، وانا اشتغلت معاها وقتها في مجله سيداتي انساتي، ثم عندما بدات تجربه راديو تلفزيون العرب وكانت هي المنوط بيها تقديم البرنامج الرئيسي، او الحقيقه هم اكثر من برنامج في هذه المحطه، كنا ثلاثي قائم على اعداد هذه البرامج، وائل ابراشي وعمرو خفاجي وانا. ويعني من وقت ما تعرفنا وحتى رحل لم نفترق الحقيقه، ويعني اقدر اقول ان احنا تقاسمنا الخبز والكفاح والنجاح. حقيقي حقيقي. ايه ايه اللي جمع الفرسان الثلاثه مع بعض يا استاذ محمد؟ يعني هي الصداقه وعمل يوسف. يعني روزل يوسف طارق يعلم، وهو ضيفك في الاستوديو، روزل يوسف هي يعني بيت من يعمل فيها. احنا وانت ايضا تعلم، وانت كنت في روزل يوسف بشكل منتظم بتيجي وبتزورنا، وتعلم كويس جدا كل الاجيال اللي كانت موجوده فيها. روزل يوسف هي بيت لمن يعمل فيها بالمعنى الحقيقي. يعني احنا كنا تقريبا اغلب وقتنا وحياتنا بنقضيه في المجله. حتى لما بنخرج نقعد على مقهى مجاور او كذا ثم نعود مره اخرى. يعني فالحياه فيها كانت مش مجرد عمل. لازم الصحافه نفسها مش مجرد مهنه، يعني انت بتتعايش فيها مع بتتعايش مع هذه المهنه ومع من يعني يزاملك فيها. فإذا جمعتكم الصداقة فهنا بيبقى الحقيقة يعني الموضوع أكبر. وائل يعني وائل وعمرو خفاجي وكل جيلنا يعني، وعبد الله كمال رحمة الله عليه، وإبراهيم عيسى، وإبراهيم منصور، وأسامة سلامة، وإبراهيم خليل، يعني كل هذه المجموعة جمعها النجاح كمان. يعني
شباب كانوا، وكان في طموح كبير، وكان الطموح بيتحقق وبتراه بتلمسه امامك يوم بيوم. ايوه، فجمعهم الطموح وجمعهم النجاح انهم يبقوا اكتر من مجرد زملاء. ولما اشتغلنا كمان انا وعمرو ووائل في التلفزيون من بدري، يعني من بدايه ما انطلاق القنوات الفضائيه في راديو وتلفزيون العرب ثم دريم بعد كده، الحقيقه ده ربط بينا رابطه اكتر مع شخصيه الدكتوره هاله، اللي هي كانت يعني شخصيه بترتبط انت بيها انسانيا كما ترتبط بيها مهنيا. وسافرنا العالم مع بعض، يعني سافرنا دول عربيه وسافرنا الولايات المتحده الامريكيه وسافرنا اوروبا، يعني فكل ده بيخلق رابطه قويه جدا. وخليني اقول انه يعني من ضمن يمكن التجارب اللي عملها وائل في حياته مهنيا، يعني وقد لا يعلمك كثيرين انه اول ظهور تلفزيوني له ولعمرو خفاجي كان في برنامج واجه الصحافه، ده كان اسمه، كان في راديو تلفزيون العرب على اي ار تي، على الاي ار تي، كان في القناه الموجهه، كان اي ار تي عالميه الموجهه للولايات المتحده الامريكيه، وده برنامج خضنا فيه احنا الثلاثه لاول مره تجربه الاعداد والتقييم التلفزيوني. ويمكن البرنامج ده كتير ما يعرفوش انه يعني ده كان اول تجربه تقديم تلفزيوني لوائل. بعديها هو انطلق كان ديسك واحد يجمعكوا. أيوه. بتقعدوا عليه انتوا الثلاثه. مظبوط. وهو عن الصحافه، وعن الصحافه في الاخر واجه الصحافه، وهو كان يعني كان برنامج يعني في وقته كان برنامج يعني فورماته طموحه وفكرته يعني، لكنه على اي حال هو كان التجربه التلفزيونيه الاولى اللي هو الابراشي، ثم انطلق بعدها وبدرين بقى قدم برنامج الحقيقه والمسار اللي كل الناس يعلموه بعد كده يعني. صحيح صحيح. استاذ محمد قلبي معاك، لان انا عارف قد ايه انت مفتقده، لانه صاحبك قبل ما يبقى بس زميلك. فالباقيه في حياتك يا استاذ محمد، الباقيه في حياتك. الف شكر للكاتب الصحفي والاعلامي الكبير استاذ محمد هاني.